في جزئنا الثاني لهذا المساء نتحدث عن الأسبوع العالمي للتطعيم. تحتفي منظمة الصحة العالمية في الأسبوع الأخير من نيسان أبريل من كل عام بالتطعيم بهدف تسليط الضوء على ضرورة استعمال اللقاحات لحماية الناس من الإصابة بأمراض مثل شلل الأطفال والحصبة والسعال الديكي. تقدر المنظمة الدولية أن التطعيم يحول دون وفاة ما يقدر بمليونين إلى 3 ملايين كل عام. كيف هو حال التطعيم في عالمنا العربي خصوصا في المناطق المشتعلة بالصراع؟ ولماذا عادت أمراض كشلل الأطفال والتهاب الكبد الفيروسي إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة؟ أما في جزءنا الأول فنتحدث عن السودان وسوريا. اليوم ضمن الرئيس السوداني عمر البشير 5 سنوات جديدة في الحكم، ولكن ولايته الجديدة قد تكون الأصعب خصوصا في ظل العزلة الدولية والعبء الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد. البشير بدأ بالفعل في تغيير سياساته الخارجية كما يقول المحللون، وظهر ذلك جليا في التحرك باتجاه دول الخليج لتتخلى بذلك الخرطوم عن تحالف إيراني سابق. هل تحالفات البشير ستخرجه من عزلته الدولية، وهل هذه التحالفات ستؤمن للخرطوم منافع اقتصادية تعوض خسارة عوائد النفط بعد انفصال جنوب السودان عن الشمال؟ في جزءنا الأول نتحدث أيضا عن لقاءات جنيف التشاورية التي دعا إليها ستيفان ديمستورا المبعوث الأممي الخاص لسوريا. اللقاءات ستبدأ في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية في 4 من شهر أيار مايو القادم. الأمم المتحدة لم توجه دعوات لتنظيمي الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي قال إن بعض الحاضرين في المحادثات يمكنهم التواصل مع المنظمتين. ما الجديد إذن الذي يمكن أن تقدمه المشاورات القادمة؟ وهل الأوضاع العسكرية والميدانية على الأرض ستشكل أوراقا رابحة بيد من يملكها في المفاوضات؟ الانتخابات هي حق المواطن.